أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر، مجلس القضاء يرسل طلبا برفع الحصانة عن 10 نواب ومراقبون يشككون. في الهيئة نت، بسبب الفساد هدر 300 مليار دينار مخصصة لبناء مدارس في بغداد. في المدى، منظمة دولية 6.7 ملايين شخص يحتاج لمساعدات إنسانية في العراق. في العربي الجديد، عشية أستانة تبادل محدود للأسرى بين النظام السوري والمعارضة. في الخليج الإماراتية، الوساطة الإفريقية للسودان تدعو إلى الإسراع بتوقيع الإعلان الدستوري. في البيان، الإماراتية إسرائيل تستبق جولة كوشنر ب6000 وحدة استيطانية. وفي الشرق الأوسط، أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. من العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال. وفي مطلعه، بعد إقراره في مجلس النواب الأمريكي، يتوجه قانون منع زعزعة استقرار العراق ليكون على طاولة مجلس الشيوخ للموافقة عليه بأغلبية مضمونة تشير إليها مقاعد الجمهوريين المؤيدين لسياسة الرئيس ترامب. حامد الكيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن العراق عاد مجددا إلى جدول الأولويات الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذا في حد ذاته بمثابة الصدمة للنظام السياسي الذي تهيمن عليه ولاية الفقيه في معظم مفاصله. الانتخابات البرلمانية في آيار 2018 بالعراق والاصطفافات التي حصلت فيها لفرض واقع الإرادة الإيرانية المطلقة وفق قناعات الجنرال قاسم سليماني أعادا رسم السياسة الأمريكية على ضوء غياب المعادلة القديمة للتوازن بين الطرفين الأمريكي والإيراني، والتي انتهت لصالح إيران ودعم المتغيرات الجوهرية ضمانا لصعود الميليشيات إلى واجهات العمل السياسي في البرلمان والحكومة وتفردها في خلفية القرار الأمني. من الطبيعي أن يتباكى العديد من المسؤولين في العراق على السيادة المنتهكة من قبل الولايات المتحدة لإصدارها قراراً بمعاقبة 4 من أتباع إيران رغم انتماءاتهم الدينية والمذهبية المختلفة، في دلالة بالغة لعمق التغلغل الإيراني في نسيج المجتمع العراقي، وهي بعض نتائج الترهيب وشراء الذمم وانتقاء الشخصيات لقيادة الميليشيات وفرض الأمر الواقع بحقائق تنوع الأتوات مقابل الأمن والحماية. الولايات المتحدة عادت إلى العراق بإجلاء موظفيها من السفارة وأيضا من الداخل الأمريكي بطرح قانون جاهز وتحت اليد وبتوقيت الطلب، قانون منع زعزعة استقرار العراق، وهو قانون ضد التمدد الإيراني في العراق والمنطقة، ويضع الجماعات المسلحة الخاضعة لفيلق سليماني والحرس الثوري كمجموعات خارجة عن القانون وعلى سيادة العراق واستقلال قراره وثرواته وأمنه. الكاتب يقول إن توصيف إقرار قانون منع زعزعة استقرار العراق بالوصاية وإعادة الاحتلال هو إقرار من الميليشيات والأحزاب المتنفذة بوصاية واحتلال ولاية الفقيه للعراق، لكن الاحتلال تحت كل الظروف والمبررات عمل عدواني وانتهاك لا يغتفر، ولهذا من ساهم في تعبيد الطريق للاحتلال الأمريكي لا يحق له الغضب لبناء نقطة تفتيش أمريكية لتقليل الانتهاكات والخروقات الإيرانية التي لم تعد في العراق سوى غنيمة من حرب أمريكية، يقول الكاتب. المنصب ليس وظيفة سائبة يتم إشغالها فترة من الزمن ثم يتم مغادرتها من دون جرد للحساب، لكن في العراق المنصب من الممتلكات الخاصة،
ولا يجري محاسبة أحد إلا في تصفية سياسية موسمية. فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان: هل يعلم البرلمان بوصفه جهاز مراقبة وتشريع؟ كم أنتجت موازنة الوزير المغادر منصبه؟ وكم ستنتج موازنة الوزير اللاحق؟ ولماذا لم يتم إكمال الخطة التصميمية؟ وأين أخفقت؟ هل يقوم البرلمان بمحاسبة الوزير الجديد أم اللاحق؟ وهل من حق الوزير الجديد إلغاء الاتفاقات والتعاقدات التي سبقته إذا لم تكن منجزة؟ بعد هذه الأسئلة وإجاباتها نتساءل كيف تعلن لجنة النزاهة أن 10 ملايين دولار مختلسة من أموال النازحين المنكوبين في الموصل، ولماذا كان الجهاز الرقابي غائباً وكان المسؤولون سكارى وهم يستمعون إلى استغاثات النازحين تحت ظروف معيشية سيئة من دون أي رد فعل؟ إن تدارك المصائب في العراق، ومنها الفساد الذي علاماته ظاهرة واضحة، مهمات سهلة التحقيق لو كانت هناك آليات متابعة لا تخضع للضغوط السياسية. من حق العراقيين التساؤل عن المنهاج الحكومي المسطر في عشرات الصفحات: ماذا حدث له؟ وما أفقه الزمني؟ وكم لامس من مشكلات عامة ومزمنة؟ وكم تحقق من بنوده؟ وما نسبة قابلية تحقيق المراحل المقبلة؟ الآن يوجد كلام عن تشكيل معارضة سياسية، وهي خطوة لا يكتب لها النجاح في ظل الآليات السياسية المتداولة والتي تعاني أصلاً من اللاأبالية وترك الأمور سائبة حتى تقع المصائب. الكاتب يرى أن الحديث عن اختلاس 10 ملايين دولار من النازحين جملة غير مكتملة في سياق العام للبلد، وقد يكون الإعلان بوضعه المجتزأ مساهمة للتغطيات على خروقات مالية وإدارية أكبر بكثير عن قصد أو من غير قصد. نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً عن استمرار الحرب في سوريا، حيث تساءل مراسل الصحيفة عن سبب استمرار الحرب في سوريا. فقبل عام من الآن تعهد بشار الأسد وبثقة بتحقيق النصر النهائي على المعارضة، إلا أن طيرانه لا يزال يسقط أو يسقط القنابل من الجو على المدنيين ومدافعه تقصفهم من الأرض. يقول الكاتب إنه كان من المفترض أن تنتهي الحرب الدائرة في سوريا منذ عام، ولكنها ما زالت مستمرة، فقد عاد نحو 1/3 البلاد إلى سيطرة النظام، ولكن المعارضة المسلحة ما زالت تشن هجمات متفرقة على أهداف حكومية، وما زالت الحكومة تجند الشباب إجبارياً للمشاركة في القتال. ويقول الكاتب إن قصف بلدتي أريحة ومعرة النعمان في إدلب مؤخراً ليس أمراً منطقياً، فهما ليستا بالقرب من خطوط الجبهة للقتال بين قوات النظام ووحدات المعارضة. ويقول الكاتب إن الحرب في سوريا كان من المفترض أن تنتهي في ربيع أو صيف العام الماضي، فبعد هجوم بغاز الكلور شنته قوات النظام على ضاحية الغوطة الشرقية في دمشق، في نيسان انتهت مقاومة المعارضة المسلحة بالقرب من العاصمة، وتحرك النظام صوب المناطق المتبقية تحت سيطرة المعارضة المسلحة. ويرى الكاتب أنه على الرغم من أن الفضل يرجع للتدخل الروسي في أيلول 2015 في تحويل مجريات الحرب في سوريا لصالح النظام السوري، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدو أنه يمنح الكثير من الدعم لهجمات النظام السوري المؤخرة على إدلب، فالرئيس الروسي لديه أولويات أخرى. ويقول الكاتب إن بوتين يود إرضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بدوره عاقد العزم على ألا تسقط إدلب في يد النظام. إضافة إلى ذلك، فإن موطئ القدم الوحيد لمقاتلي المعارضة المسلحة المتبقين هو إدلب، ولم يعد يمكنهم الذهاب إلى أي مكان آخر، ولهذا تبقى الحرب في إدلب مستمرة دون أن تلوح لها نهاية قريبة.
يعيش اللاجئون السوريون في تركيا وخصوصا في مدينة إسطنبول هذه الأيام حالة من التوتر والقلق المشوب بالخوف على وجودهم ومستقبلهم فيها بعد الحملة التي بدأتها الشرطة التركية ضدهم لتنظيم وجود المهاجرين والأجانب في المدينة. عمر كوش يرى في صحيفة العربية الجديدة أن هذه الحملة جاءت بعد التغيرات السياسية التي طرأت على المشهد السياسي التركي على خلفية إرهاصات الانتخابات المحلية وارتداداتها. إذا كان موضوع اللاجئين السوريين ووجود السوريين بشكل عام في تركيا قد شكل مادة للتوظيف والتجاذب السياسي ما بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة وخصوصاً في الاستحقاقات الانتخابية، إلا أن الأمر مختلف هذه المرة، لأنه جاء في سياق المراجعات التي بدأت قيادات العدالة والتنمية القيام بها بعد خسارة رئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة، وبصرف النظر عن أي اعتبار في الحسابات السياسية الداخلية التركية، فإن تناول الوجود السوري في تركيا باعتباره مدخلاً لمراجعة أسباب خسارة الانتخابات البلدية في المدن الكبرى يعتبر مدخلاً غريباً بعض الشيء وبعيداً عن الواقع، ذلك أن الخسارة لا تنحصر في الورقة السورية وتوظيفاتها السياسية بل في أمور أخرى عديدة. لقد ساهمت أحزاب المعارضة التركية كثيراً في إشاعة الخطاب المعادي للسوريين وفي إثارة نزاعات كارهة ومعادية لهم، وساهمت إلى جانب معظم وسائل الإعلام التركية في إلقاء تبعات تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأتراك على السوريين. وقد استطاعت المعارضة التركية أن تحول ورقة الوجود السوري إلى مسألة وطنية ذات لبوس قومي شوفيني مجردة من أي بعد قانوني دولي أو إنساني وأخلاقي. الكاتب يقول إنه ليس صحيحاً أن السوريين خطر على تركيا أو سواها من البلدان التي لجأوا إليها هرباً من القتل والدمار، وبدلاً من محاولات التضييق عليهم والدعوات إلى إعادتهم قسرياً إلى بلدهم، فإن عودة غالبيتهم مرتبطة بإيجاد حل سياسي عادل ينهي الكارثة الإنسانية التي سببها نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيون. منذ اندلاعها في 19 من كانون الأول الماضي تعرضت الثورة السودانية لاختبارات وتحديات كثيرة، من أهمها التحدي المستمر لسلميتها والمحاولات المتواصلة لحرفها عن هذا المسار. عثمان ميرغني يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن السلمية كانت ولا تزال هي السلاح الأقوى للثورة السودانية، وبها حققت كل إنجازاتها حتى الآن واكتسبت اهتمام العالم واحترامه. كان واضحاً منذ البداية أن طريق السلمية لن يكون سهلاً أو مفروشاً بالورود في مواجهة تهديدات علنية من أركان نظام الرئيس الساقط عمر البشير، إضافة إلى استقدام أحمد هارون وميليشياته الدموية إلى الخرطوم، وهو الرجل المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب فظائع في حرب دارفور. لم تكن تلك هي القوات الوحيدة التي جمعها نظام البشير والحركة الإسلاموية في مواجهة الثوار، بل كانت هناك قوات جهاز الأمن والشرطة وميليشيات الحركة الإسلاموية الأخرى، إضافة إلى قوات الدعم السريع. لكن رغم كل العنف المفرط المستخدم حافظت الثورة على سلميتها، ولم تنجح القوة في حماية البشير من السقوط، مثلما أنها لم تنجح حتى الآن في كسر شوكة الشارع المتأهب والشباب المطالب بالتغيير وتحقيق أهداف الثورة التي دفعوا ثمناً غالياً لها. صمدت السلمية رغم مجزرة فض الاعتصام في 29 من شهر رمضان الفضيل وما سبقها أو تلاها من أحداث، كان آخرها استهداف مظاهرة الطلاب العزل في مدينة الأبيض يوم الاثنين الماضي. وبحسب الكاتب فإن الخطورة على الثورة في السودان ليست في الأصوات الغاضبة القليلة التي سرعان ما تعود إلى ضبط النفس،
بل في وجود قوى خفية تعمل ما في وسعها لجر الثورة السودانية نحو دائرة العنف. وإلى جانب ذلك هناك جهات أخرى تريد عرقلة المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ومنع نقل السلطة إلى حكومة مدنية. تناولت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مزاعم الحكومة الصينية الإفراج عن معظم المسلمين الذين اعتقلتهم في مراكز اعتقال جماعية لتغيير هويتهم وثقافتهم. وتشير الصحيفة في تقرير أعده تشين هان وونغ إلى تصريحات مسؤولين صينيين قالوا فيها إن غالبية المعتقلين من أقلية الإيغور تم الإفراج عنهم ووجدوا عملا دون تقديم معلومات إضافية أو أدلة تدعم مزاعم أن برنامج احتجاز المسلمين قد توقف. يلفت الكاتب إلى أن الصين حاولت يوم الثلاثاء الدفاع عن نفسها وعن برامج سجن المسلمين في إقليم شينجيانغ التي تقول منظمات حقوق الإنسان وسجناء سابقون إنها جزء من عمليات تغيير هويتهم ودمجهم بالقوة في ثقافة الهان. وتذكر الصحيفة أنه في محاولة لتصوير المعتقلات بأنها مراكز تدريب مهني فإن مسؤولين قدما تأكيداً عن طبيعة هذه المعتقلات ومحاولة للدفاع عن سياستها، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان تقدر عدد الذين اعتقلوا من الإيغور وبقية الأقليات فيها بحوالي 1 مليون شخص. وينقل التقرير عن نائب حاكم إقليم شينجيانغ ألكين تونياز قوله الغالبية من الأشخاص تلقوا تعليماً وتدريباً وعادوا إلى المجتمع وإلى بيوتهم، استطاع غالبيتهم تأمين وظائف وبدأوا أعمالهم. وتقول الصحيفة إن ظهور المسؤولين يوم الثلاثاء الذي جاء إلى جانب معرض يقدم إقليم شينجيانغ بصفته وجهة سياحية بالإضافة إلى حفل بالرقصات الفلكلورية شارك فيه موسيقيون من الأقليات العرقية هو جزء من حملة صينية مضادة لمواجهة حملة النقد الغربي للصين وطريقة معاملتها المسلمين في إقليم شينجيانغ. ويقول الكاتب إن الحكومة الصينية لم تقدم عدد المعتقلات التي كان يحتجز فيها المسلمون، كما أن تصريحات المسؤولين الغامضة جاءت لتثير شك الأكاديميين حول الإيغور ومصيرهم، حيث قالوا إن الكثير من الذين أفرج عنهم يعيشون تحت رقابة أو يجبرون على العمل في مصانع تدار بطريقة أمنية في تشينغ يانغ أو أنحاء أخرى من الصين. من زاوية المقالات إلى زاوية الأخبار المنوعة، والبداية بهذا الخبر. وفيه وصل المعمر الأندونيسي ويدعى أوهي عيدروس سمري البالغ من العمر 130 عاماً وصل مدينة جدة السعودية تمهيداً لتحقيق حلمه بأداء مناسك الحج للمرة الأولى. ووفق ما نقلته صحيفة الاتحاد الإماراتية، استقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صباح أمس الأربعاء المعمر الأندونيسي أوهي عيدروس سمري. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر باستضافة المعمر الأندونيسي خلال موسم حج العام الحالي رفقة عائلته المكونة من 6 أشخاص ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. ونقلت الصحيفة عن ابنة المعمر الأندونيسي قولها إن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، متوجهة بالشكر للسعودية لتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى في حياته قبل أن يتوفاه الله. الآن إلى خبر آخر، وفي مستهله شهدت مدينة دبي الإماراتية افتتاح أول مطعم صحي بالعالم مخصص للأطفال، والذي يمتاز ببساطة تصميمه وجماليته التي تعزز الإبداع وحب التعلم لدى الأطفال بحسب ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية. وقالت الصحيفة إن الزوجين الإماراتيين سعود مصبح وهناء الملا حولا حيرة وهاجس الآباء بشأن الطعام الصحي لأطفالهما إلى مشروع هدفه صحة الأطفال بالدرجة الأولى،
حيث قرر افتتاح مطعم مخصص للأطفال. وذكرت هناء الملا أن قائمة الطعام في المطعم ستكون تحت إشراف نبيلة كامل الطاهية الشهيرة وخبيرة أغذية الأطفال في بريطانيا. وتم تصميم ديكور المطعم بكل التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 8 سنوات. وأوضحت الملا أن جميع الكراسي والطاولات مخصصة للأطفال الصغار فقط، لكن بما أنهم يجب أن يكونوا برفقة الوالدين أو الأوصياء، فقد احتفظت إدارة المطعم أيضا بثلاث طاولات منفصلة للبالغين. من يدري، ربما لاحقا يصبح لهذا المطعم فروعا في مختلف دول العالم. الآن إلى زاوية الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.